يلا يا عم يلا يا عم الحل دلوقتي حضرتك سؤال حلو حل بيه على الاسم ايه اللي حل حل فين يعني لسه كمان يلا يا ابني اتوه يا ابني يلا يا ابني يلا يا حبيبي يلا يا حبيبي اهو يلا طب لو سمحت ايه الحل دلوقتي معلش حل بيه على الاسم على الاسم اتصرف بس فادي اتصرف طب ينفع طب بلاش الشوشره بس انا عربيتي على اول الشارع ممكن نكفي موجوده بره على اول الشارع طب يلا بينا هات امشي حشيش يا فادي ده هم استاذ مش انت يعني ازاي مش انت هم اللي كانوا واقفين انا كنت واقف معاهم بس ما عملتش حاجه صدق احمد انت ابوك لو عرف انت اخر مره اخر مره بجد بجد يا استاذ اخر مره انا اسف ماشي رد ايوه استاذ فادي ماشي ينفع ينفع انت فين ينفع تجيلي دلوقتي انا في الكنيسه اصل بابا طردني من البيت معلش عايزك ضروري يا استاذ فادي دلوقتي لو جاي تتكلم عشان موضوع بيتر فالموضوع دوت عايزين نركنوه على جنب عشان انا زهقت من الموضوع ده خالص معلش يا استاذ رمون صدقني صدقني انا حاسس قوي ومقدر اللي انت فيه موضوع بيتر ده كبر قوي كبر ده كبر بطريقه بشعه الافندي حاولت اصاحبه واول حاجه اكتشفها ان فادي بيشرب سجاير اتكلم معاه يا ابني صحتك لغايه ما اصحابه دول جروه لحجمان الحشيش حشيش بيتر بيتر الانسان بتاع ربنا اللي بيخش الكنيسه يشرب حشيش ولولا حضرتك انا ولا اعرف طريق اسامه ولا اعرف فين الاسم اصلا لولا حضرتك ما كانش هيطلع اصلا من الاسم هيطلع ازاي كنت لسه هدور على محامي ولسه هشوف انا مش عارف مش عارف وصلت لحشيش حشيش انا مش عارف انا عمري ما شفته حتى في حياتي ولا اعرف شكله استاذ رمون انا مصدقني انا مش عارف اقول لك ايه بس صدقني بيتر معدنه بيتر حلو من جوه بيتر كل شويه انا اسف قال لي مشكله انا اسف وافتكر انه خلاص هيبتدي حياه تانية وافتكر يرجع زي ما كان انا مش عارف هيفضل لغايه امتى انا اسف وخلاص ايه انا اسف دي معناها ايه يعرف معناها انا اسف دي يا استاذ رمون صدقني النرفزه ولا ما ينفعش ما ينفعش يا استاذ بادي ما ينفعش يقعد معايا هنا في البيت انا عندي بنات سمعه بناتي دي انا مش عارف ما ينفعش يقعد معايا في البيت انا مستنى لغايه ما يجي الباب يخبط افتح الاقي الظابط يقول لي هات فادي وسط بناتي وسط اهلي ايه فضايع في العماره بابا خلاص يا بابا بجد دي اخر مره بجد انا اسف 500 مره انا اسف 500 مرة أنا آسف أنا أعمل بيها إيه أنا آسف دي هو مش قصده أنا آسف كلمة مال قصده إيه؟ بجد دي آخر مرة بيتر مش هينفع كلمة أنا آسف على طول أنت لازم فعلا تتغير أنا بحاول أتغير فين بيتر بتاع زمان؟ بيتر اللي كان على طول في الكنيسة أستاذ فادي كان يجي يخبط أنا عايز بيتر رايحين رحلة رايحين الدير رايحين الكنيسة رايحين نتناول في أسبوع الإعلام تقدر تقول لي حضرت بسخة حتى يا راجل ده انا كل نازل وطالع بيتر ده انت بقيت مشكله في حياتي بقيت مش بتساعدني بقيت بتضايقني اسمك مجرد ذكر اسمك في وسط الجيران بقيت مش عارف ارد اقول ايه انا مش عارف ازاي بقيت كده ازاي فين التربيه اللي ربيتها لك فين الكنيسه فين دور الكنيسه معايا انا مش عارف معلش يا استاذ رمون صدقني انا عارف قد ايه انت بتتعب معايا وعارف قد ايه تبتك وحنيتك بابا خلاص يا بابا بجد اخر فرصه اديني فرصه كمان وخلاص يا ابني ده كل ده بعمله عشانك انت انا نفسي اشوفك حاجه كبيره يا بيتر
لهوي العربية باظت. ايه يا ابني اللي عملته ده؟ العربية باظت. تبان عليك ما معكش رخصة. رخصة ايه بس؟ العربية اتدمرت خالص. اتدمرت؟ ماشي ماشي. دقيقة واحدة. ثانية ثانية هتعمل ايه بس؟ لا لا. ثانية واحدة. انا هعرف. طب افهم ثانية. طيب بالراحة طيب يا عم. هعمل لك كل حاجة. ثانية واحدة. لا 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 هتعمل ايه؟ لا لا. لا لا ثانية طب ثانية طب ثانية. بس. طب ثانية ثانية بس ثانية واحدة واحدة حتى العربية. طب بتتصل بمين بس حضرتك دلوقتي؟ بتتصل دلوقتي انا هعمل ايه؟ خلاص ولا اتكلم ولا انت معاك رخصة؟ انا لا مش معايا رخصة. ماشي ماشي. طيب ممكن بص هقول لحضرتك على حاجه دلوقتي اقفل التليفون بس دلوقتي هي دقيقه واحده بس هنشوف طيب الفلوس مع بعض ونشوف تكلفتها معاك ايه فلوس وريني معاك الفلوس معاكم فلوس بص حضرتك دي كل الفلوس اللي معاك بيتر هات الفلوس اللي معاك يا بيتر مفيش غير فلوس شغل ابويا يا عم يا عم هاتها دلوقتي بس ونبقى نتصرف بعدين خد اهو دول بص حضرتك دول كل الفلوس اللي معانا شوف حضرتك تقدر في ايه الفلوس اللي معاك هم دول اللي معانا دلوقتي يلا امشي يلا الو استاذ فادي بيتر لغايه امتى تفضل تقول انا اسف عندك حق عندك حق بس انا بحاول وحاولت وقلت اسف كتير وقوي برجع اوحش من الاول بس انا حاولت نفسي اتغير مش عارف وبعدين انت لازم تتغير مش هينفع كلمه انا اسف اللي انت بتقولها كل مره خلاص خلاص يا استاذ اخر مره وعد هتكون دي اخر مره هقول لك فيها انا اسف ما انت كل مره تقول لي اخر مره انا اسف يا بيتر صدقني انا مش زعلان مني انا كل اللي هممني مصلحتي لا حول ولا قوة إلا بالله روح يا ابني ربنا يصبرك يا ابني ربنا يعزيك يا ابني